من فعل هذا؟ من أنت أيها الله؟ هل أنت زور صائد القراصنة؟ أجل أنا هو. لما تنادي قوات البحرية يا صائد القراصنة؟ ها؟ دعني أتناول طعامي بهدوء. ألن تكف عن هذه التصرفات؟ أنت وحيوانك المدلل؟ ألا تعلم أن هؤلاء الناس سيعدمون إذا علم أبي بهذا؟ يا أخي إذا كنت تخاف عليهم فعليك أن تسمعني جيدا. ما رأيك أن نعقد اتفاقا؟ لما لا تدخل السجن عوضا عنهم وتبقى في السجن مدة شهر واحد فقط؟ وإذا بقيت حيا طول الشهر فإنني سأدعك تذهب أنت أيضا. ما رأيك؟ أنا موافق.